يلا بينا. هو انتوا لجان؟ بمعنى في يقول لك دايما في لجان للنادي الاهلي، ومن ضمن هذه اللجان فارس واسامه. طيب هو ايه يعني اللجان الاول؟ المصطلح ده الزج بيه في الرياضه المصريه، انا بشوف ان هو من اخطر الحاجات اللي حصلت في السنين الاخيره. مصطلح في منتهى الخطوره. ماشي. لان مفهوم كلمه لجان هي مجموعه من الحسابات الوهميه اللي بيقودها حد عشان توجه راي عام بشكل ما لغرض او اصلا او مصالح شخصيه. طيب في فرق ما بين الحد اللي بيوجه حسابات وهميه او بيحرك او بيؤثر حد الاغراض زي دي، وما بين حد عنده راي الناس بتثق فيه، ودي نعمه من ربنا. ان انت بتتعامل الناس معاك ان انت شخص ليك مصداقيتك وليك تاثيرك وليك مواقفك وتجاربك معاهم ورايك اللي بيشوفه اذا كان طلع صح ولا غلط، ولا كان عندك بعد نظر ولا ما كان عندك. نعم. فلما انت بتتكلم فالناس تثق في الراي ده فتميل لان الراي ده صواب فتتبناه، لا ده اسمه تاثير مش لجان، ده اسمه تاثير. وبالعكس تكون سعيد بيه، والنادي الاهلي عنده ناس كتير جدا مؤثره وعنده كوادر الناس بتثق فيها، ودي حاجه تحسب للنادي الاهلي، وعنده ناس ما عندهاش مصلحه او غرض غير مصلحه النادي الاهلي. ولكن يا كابتن اللجان دي بالمصطلح ده احنا ما اتهمناش نفسنا بيه، انما خرج في انديه اخرى وانا هنا مش هسمي، لما حصل خلاف بين الناس قالت لا، حد مشرف في قطاع الكرة اتهم لاعب ورمز في نادي الزمالك او ما يصف يعني باللاعب العالمي، قال ان فلان الفلاني عنده لجان بيوجهها بشكل ما. فالتهمه دي انا ما ينفعش نسيبها النادي الاهلي ولا احطها. النادي الاهلي مش محتاج حد يدافع عنه باجر، ولا محتاج حد يدافع عنه في غير مصلحته، ولا يدافع عنه بغير الحقيقه، لان النادي الاهلي معاه كل الحقيقه طول الوقت. مش معنى كده انه ما بيغلطش، بس هو اصلا موقفه يديك الافضليه ان انت تتبنى وجهات نظر صادقه انت مقتنع بيها بتمثل دايما حاجه انت داخليا عارف ان هي صح. انما مصطلح اللجان انا بقول شديد الخطوره الترويج ليه بالشكل ده. هم كايلا ويازن عندهم كام سنه؟ كايلا 3 سنين ويازن سنه. الحمد لا لله. انا لسه ناشئ. ده انت لسه، بسم الله الرحمن الرحيم، لحد عارف. لكنه بمنتهى الامانه محدش من داخل النادي الاهلي بيقول لك يا اسامه احنا هنشتغل النهارده على فلان الفلاني في الحمله علينا، من باب حتى العشم يعني، يقول لك يا عم انت اهلاوي وجدع وخليك جدع وتعالى بقى ووقف ورينا وقفتك جنب النادي الاهلي. طيب باب المحبه يعني، مش من باب دفع الفلوس يعني. اي حد هيتسال السؤال ده حتى لو بيتوجه له الرسائل دي هيقول لك على الهواء ايه؟ لا، بدون اي مستند او بدون سند او دليل، لا تعالى لينا مواقف، انا وفارس لينا مواقف كتير جدا. هما ممكن يكونوا قاصدين من مصطلح لجان ان انت بتروج دايما لاي شيء في الحق وفي الباطل. عمرنا ما ترفعنا عن قضيه للنادي الاهلي كان عندنا قناعات ان النادي الاهلي خسرانها. بمعنى في وقت من الاوقات كهربا قال فيديو شهير كده، طلعت قلت اخطا، لكن ما كانش يستحق العقوبه دي. في وقت من الاوقات خسرنا بخماسيه، طلعنا قلنا لا لازم في ملفات تتفتح. مفيش لجان يا كابتن هتيجي تتكلم بالشكل ده وبالموضوع ده وهتكسب ثقة جماهير النادي الأهلي بالشكل ده، لأن أنت بتبني على مواقف. أنا مش شخص مجهول، ولا فارس شخص مجهول، أنا شخص معلوم للجميع باسمي، وفارس شخص معلوم للجميع باسمه. فارس ثقته مع الناس جت على نتاج مواقف سابقة، أنا ثقة الناس فيها جت على نتاج مواقف سابقة. ممكن البعض يختلف معايا، ممكن البعض يختلف مع فارس، بس ده صح جدا. ليه؟ لان في النهايه انت مش بتقدم تقبلوا الاختلاف؟ طبعا جدا طبعا والله جدا. وبالعكس احنا يعني فكره تقبل الاختلاف وتقبل وجهات النظر من الحاجات اللي ادتنا مصداقيه مع الناس. طيب حلو. سيادتك نفس الكلام، بس اهم حاجه انتوا تعرفوا بعض قبل ما تطلعوا في خط احمر ولا؟ علاقتنا 10 سنين تقريبا. والله مع بعض. كنت في سلطنه عارف عمان. انا اللي جبت حسن شحاته من انبي، انا اللي جبت اسامه من عمان. قلت له تعالى تعالى في الوقت ده الدنيا كانت صعبه جدا يعني، النادي الاهلي وبعض القضايا، والنادي الاهلي كان عنده اتجاه انه يعمل كوادر لانه كان شاف فرصه صناعه كوادر خارج قناه النادي في الاهلي الاعلام. دكتور محمد العدل طبعا كل خير. انا بالنسبه لي الاب الروحي يعني، صاحب الفضل، ولازم نوجه له تحيه حقيقه طبعا. وطول طبعا الوقت بقول نتمنى ان احنا نكون. انت من عمان عشان بتليفون؟ والله يسأل دكتور محمد بتليفون من فارس ولا من دكتور محمد العدل؟ لكن والله لكن هو قال لي قناه النادي الاهلي عايزاك، وعارف كده كويس قوي بدون اي نقاش، وفارس يعلم ذلك جيدا بدون ما اسال ايه اللي ممكن هاخده، ايه العوائد، ايه هعمل ايه، قناه الاهلي عايزاك
احنا جينا اشتغلنا كابتن شوبير واحنا في اسكندريه ساعتها لو طبعا اسكندريه وكان انت دلوقتي مقيم في القاهره خلاص ما بين هنا وهنا يعني نعم. وجينا في الوقت ده ولا اي حاجه غير ان كان هدفنا ان احنا شايفين النادي الاهلي بيتعرض لفتره صعبه جدا ما كانش متاح ليك اي كوادر اعلاميه في الخارج طبعا حضرتك يعني يعني طول ما انت خارج النادي الاهلي بتعمل بمهنيه ولكن احنا بنتكلم ان ما كانش في فرصه لناس جديده بتظهر في الوقت ده تتبنى انحياز للنادي الاهلي واضح وصريح فكان المكان شاشه قناه النادي الاهلي واحنا كان بالنسبه لنا بلا اي قيد او شرط طيب. او اي حاجه